القرآن الكريم من القاهرة من تسجيلاتنا الخارجية. برنامج يعده ويقدمه السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة قرآنية مباركة لسورة الحجرات للقارئ الشيخ هاشم هيبة. سجلت هذه التلاوة بسرس الليان بمحافظة المنوفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله
إن جاءكم فاسق بنبأ
فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Thank you.
إِنَّ
Oh,
الله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أكبر. أتعلم
إن عليم. يمن What?
وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لسورة الحجرات تلاها علينا القارئ الشيخ هاشم هيبة. سجلت هذه التلاوة من سرس الليان بمحافظة المنوفية. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية.